السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. اليوم غادي ندير واحد الفيديو على الناس اللي جايين من أوكرانيا، وخصوصا الطلبة اللي ما عارفين ما يديروا. حاليا أنا لقيت واحد المحامي كاين في ميلانو، حاطين كمتطوعين، يعني مكتب ديال المحاميين حاطين كمتطوعين للاجئين من أوكرانيا. وكما كتعرفوا أن المغاربة او الجزائريه او التونسيه او المصريين اللي دخلوا الطاليان وهما كانت عندهم اقامه، حتى هما كيعتبروا لاجئين. لهذا حنا غنتصلوا به وغناخذوا من عنده واحد شويه ديال المعلومات باش انا نستافد وانتم تستافدوا في نفس الوقت. ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتبارطاجيو باش تعمل فائده. غادي تسمعوا كلشي بودنيكم شنو غادي يقول لي هاد المحامين باش نسولوه على الطلبه، اوكي؟ لان بزاف ديال الاوكرانيين حاليا راه ها كاين اللي هبط بولمانات كيجيو، يعني كيران كيجيو من اوكرانيا عامرين كيدخلوا لطاليا، راه كاين اللي هبطوهم حتى نابولي، وكاينه مساعدات، كاين اللي عطاهم الديور، كاين اللي عطاهم كلشي، كاينين مساعدات مزيان بالنسبه للناس. انا كنهضر على الاوكرانيين، اما بالنسبه للطلبه يحاولوا يتعاونوا بيناتهم، شي دبر على شي، وكاين اللي عنده خوتو، وكاين اللي عنده عائلته هنا، وقفوا معاهم الله يرحم بها الوالدين. حنا غادي نعيطوا باش نعرفوا شنو غادي يقولوا لنا. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io ho visto il vostro link su Google che si parla dei rifugiati dalla guerra in Ucraina. Come ho il mio cugino e anche tantissimi amici che praticamente loro sono di nazione marocchina, però hanno il permesso di soggiorno dall'Ucraina, che erano là che studiavano. E vogliono sapere cosa possiamo fare. Possono avere un permesso di soggiorno, possono lavorare, possono studiare. Loro sono già in Italia? Adesso sono già in Italia. Da quanto? Da giorni, 3-4 giorni. Ok. Sì, allora, il suo nome negativo? Come scusa? Il suo nome negativo, che la facciamo contattare da un legale per l'orientamento. Ah, ok. Vuoi sapere il mio nome? Sì. Erba con l'H davanti, mio cognome. Herman. Erba con l'H davanti. Nome? Taufik. Torino? Ancona? Sì. 72? 72? 973. 973. Parla lingua italiana? Sì. Anche bene, complimenti. Cittadino italiano? Sì. Richiesta per studenti. Mi ha detto sono marocchini, mi ha detto. Sì, sono col permesso di soggiorno dell'Ucraina, praticamente studiavano là e vogliono andare avanti con lo studio anche qua in Italia. Ok, e sei da Milano, vero? Milano? Sì. Ottimo, adesso il suo contatto lo girerò un legale che richiamerà per l'orientamento. Ok. Poi un'altra domanda, se per esempio qualcuno si trova a Trento, può chiamare sempre questo numero e avere un legale per esempio a Trento? No, noi facciamo solo per Milano. Solo Milano, ho capito. Sì. Ma poi l'avvocato c'è da pagarlo o gratis? No, questa qua è consulenza gratuita per l'orientamento allo sportello Ucraina. Ah, ok. Ho capito. Va bene. Quindi non si paga niente, va bene. No, grazie no, mille. No, no, no. Grazie mille. Saluti. Molto saluti. Gentile. Salve, saluti. Arrivederci, salve. Assalamu alaikum ikhwan. كيف شفتوا انا عطيت حتى النمره ديالي، واكيد النمره ديالي دابا غادي تطلع، غادي نحاول كيفاش نحيد النمره ديالي من من من
من الفيديو ديالي، لان بزاف فيكم غادي يتصل بيا، واصلا ديجا بزاف ديال الناس عندهم من الرقم ديالي وغادي يتصلوا بيا. اللي غادي نقول لكم راه ما كنجاوبش لا واتساب لا تليفون لا حاجه، حتى تلقى الرقم انا راه مسكت ستيف، حتى تلقى اللي معيط ليا وانا كنحاول نعيط ليه. المهم كيف سمعتوا غادي يهضر يعيط غيعيط ليا محامي، محامي كاين في ميلانو. بالنسبه للناس اللي كاينين في ميلانو هذه راه وجبه ومهمه جدا، يعني الا كنتي عايش في ميلانو عندك خوك او اختك او عمك او جا عندك من اوكرانيا وعايش في ميلانو، هذا الرقم هذا ان شاء الله غادي نحطو لكم تتصلوا بهم، غيعطيكم محامي باش تعيطوا لهم، غيعيط لكم المحامي، محامي ما تخلص حتى حاجه، غادي يوريك الطريق منين غادي تدوس اشنو غادي دير، فهمتي؟ يعني غيوريك الطريق صافي، يعني ما غيوريكش، غيوريك الطريق الصحيحه اللي غادي دير. اوكي يا اخوان، يا لجوء يا غتكمل قرايتك، اي حاجه غيوقف معاك حتى الاخر. هادو متطوعين، محامين متطوعين، دايرين هذا الرقم، كيشدوا الناس اللي بغاو كيقيدوا الرقم وعيطوا ليهم. ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومه، غادي يتصل بيا المحامي وغادي نديو نجي معاه في الهضره ونعاود ندير فيديو واحد اخر ونقول لكم إن حل وصلنا ليه. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله دائما للجميع. ما تبخلوش على اخوكم بلايك وبارطاجي باش تعمل فائده، لان كاين انا غادي نحط لكم هذا الرقم هذا اللي بغى يتصل، واخا قولوا ليهم غير حنا في ميلانو مثلا بغينا ناخذوا معلومات وكذا وكذا، غيتصل بكم محامي وان شاء الله غادي تعرفوا جميع المعلومات اشنو غادي دير. اوكي، السلام عليكم، تحياتي، بارطاجيو.